لا تزال منطقة بنينة الواقعة في مدينة بنغازي شرق ليبيا خالية من أهلها على الرغم من عودة الهدوء النسبي بعد أن كان داعش يسيطر عليها، وتعاني بنينة من دمار وخراب كبيرين في المباني والبنى التحتية بعد أن تعرضت لهجمات بالصواريخ ومختلف أنواع الأسلحة من قبل مسلحي داعش. وشهدت المنطقة العديد من المعارك في الحرب ضد داعش ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية جسيمة. بنينا الآن لها سنة توا بعد الحرب، الآن ما زالت كما هي عليها، ما فيش حد التفت لها من المسؤولين، ما فيش حد التفت لها، كل مرة يجوا في زيارات ولكن كلام كله على ورق. جت لجان وشافت وقيمت الأضرار الموجودة في بنينا، وكان توا وعود وكله ما في شيء على الواقع. مساكن تحقوا فيه توا الآن الناس ترمم في حواشينها بقدر المستطاع باش تسكن. بنينا لها سنة متحرة والآن ما فيش حد من الهندسة العسكرية جو وجو شالوا هالمخلفات الحرب اللي كانت تو موجودة في المدة اللي فاتت. قبل ديما 10 أيام في أطفال تضرروا من مخلفات الحرب في مدرسة اسمها مدرسة الشهداء الدمور، 3 أطفال قتلوا جراء قذيفة ومخلفات الحرب. الشركة العامة للكهرباء قامت بمجهود جيد وجابت لنا الاناره ولقت لنا الكوابل بتاعت الضي، الشركه العامه للمياه، اما الباقي ما زال مخلفات الحرب، ما زالت الحشان واقعه كلها خالفنا اكوام، ناس مش لاقيه باش تاجر، ناس مش لاقيه باش تصين، ناس متحرره لها توا سنه، احنا الامل نقول في التحرير المنطقه اللي تتحرر ان شاء الله يكون فيه اعمار، يعني بعدها على طول انت المكان اللي يتحرر بيكون فيه اعمار، لكن فجلنا ان الاعمار صفر، اعمار ما فيش، ما زالت لعند الان نسمعوا به إعادة إعمار ليبيا، نسمعوا به ممكن كيف حلم ليبيا الغد ساعتها اللي دار المقبور في عهده.